الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه القادات الخير والسادات الغرر، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله في الورود والصدر، وراقبوه فيما بطن من الأمور وظهر، واعبدوه حق عبادته في الآصال والبكر، واشكروا نعمه فقد تكفل بالمزيد لمن شكر، وخافوا مقامه واحذروا بطشه كل الحذر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، اقدروا الله حق قدره، وانظروا في دلائل عظمته، وتفكروا في آياته وآلائه وملكه وسلطانه وعجائب خلقه وإبداعه، لتزدادوا به إيمانا وتخروا له إذعانا وخضعانا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: وفي الأرض آيات للموقنين. ويقول جل وعلا: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. خلق هائل عجيب، خلق هائل عجيب، وكون عظيم مهيب، شرق وغرب وسلم وحرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب، شموس وأقمار، رياح وأمطار، ليل ونهار، حب ونبات، جمع وأشتات، وأحياء وأموات، وآيات في إثرها آيات. فسبحانه من إله عظيم، فسبحانه من إله عظيم، أوضح دلالته للمتفكرين، وأبدى شواهده للناظرين، وبين آياته للغافلين، فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماءين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، والعرش فوق الماء، والله عز وجل فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. أخرجه الدارمي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، أي أن السماوات السبع وما فيهن بالنسبة لكرسي الرحمن في الحجم كأنها حلقة صغيرة، أي خاتم صغير مرمي في فلاة من الأرض، أي في صحراء واسعة. فسبحان الله العظيم. وروى ابن جرير في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم، ولله المثل الأعلى. إن من دلائل عظمة المولى وقدرته جل وعلا ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك. يقول عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجباً وتصديقاً لقوله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه،
مسيرة 700 عام. والحديث رواه أبو داود. فسبحان الله العظيم، فاقدروا الله حق قدره يا عباد الله، واتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطاً قوياً بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى الصراط المستقيم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير داعٍ إلى الطريق القويم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فسبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. كم خلق الله سبحانه وتعالى من الملائكة، كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصفه للبيت المعمور أنه بيت فوق الكعبة في السماء السابعة، يطوف حوله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي اهتزت وارتجت، ما 4 أصابع إلا ملك راكع وملك ساجد وملك قائم بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى إذا قامت الساعة قالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. أيها المسلمون، تلك بعض النصوص التي تدل على آيات الله الظاهرة وقدرته القاهرة وعظمته الباهرة. فهل قدرنا الله حق قدره؟ هل عظمناه حق تعظيمه؟ هل قمنا بحقه علينا جل وعلا ونحن خلقه وعبيده وعما قريب؟ كلنا إليه راجعون، صائرون، عائدون، شئنا أم أبينا. نسأل الله حسن الختام والوفاة على الإيمان. اللهم لا تقبض أرواحنا إليك إلا وأنت راض عنا. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث متفق عليه. عباد الله، احذروا الشرك وطبائعه ووسائله وذرائعه، واعلموا أن العلم به طريق الخلاص منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية، من أمركم الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، وارفع راية الجهاد والدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حرر المسجد الأقصى من كيد اليهود المعتدين، واجعله اللهم شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين، وسائر مساجد المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفاراً، فأرسل السماء علينا مدراراً. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى.
اللهم فرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر الوباء وشر الأمراض المستعصية والغلاء. اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والزنا والخنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم كل من سبقنا إليك بالإيمان فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم افسح له في قبره على مد بصره يا أكرم الأكرمين، واجمعنا به على حوض نبيك يا أرحم الراحمين، واجعلنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في جنان الفردوس من المرافقين. اللهم لا تقبض أرواحنا إليك إلا وأنت راض عنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.